السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الساعة الحرة، آخر التطورات والمستجدات سواء الميدانية العربية والدولية حول الأزمة السورية. نناقشها في حلقة اليوم مع الدكتور بشير شربجي، وحضرتك كاتب ومحلل سياسي. أهلا ومرحبا بك دكتور. سنبدأ يعني من حيث انتهى اليوم مؤتمر أصدقاء سوريا في طهران. كان اليوم مقرر لهذا المؤتمر أن يكون، وقد اجتمعت يعني ما كان مفاجئا أنه اجتمعت في هذا المؤتمر 40 دولة تقريبا، وفود لهذه 40 دولة اجتمعت في هذا المؤتمر يعني. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، إذا كان هذا المؤتمر يجتمع فيه 40 دولة وهو تحت عنوان الحل السياسي والاستقرار الإقليمي، يعني ما الذي يستطيع أن يفعله هذا المؤتمر في ظل وجود هذا يعني الكم الهائل من محاولات التسعير من أجل تسليح ما تسمى الجماعات الإرهابية المسلحة، ما يسمونها المعارضة المسلحة أي الحلف الآخر؟ يعني كيف يمكن لهذا المؤتمر، ما الذي بما معنى شو بيطلع بإيد هيك مؤتمر مقابل كل ما يفعلونه لدائما تبقى هذه الأزمة مستمرة ومستعيرة في سوريا؟ إذا سمحتي لي قبل ما نحكي بالمؤتمر والمؤتمرات، نتوجه للسوريين ونبارك لهم بذكرى بطولات شهداء 29 أيار يلي قضوا واستشهدوا وهم يدافعون عن السيادة السورية وما أشبه اليوم بالغد. واليوم اللي كانوا مستهدفوا بواسلنا ب 29 أيار ما زالوا، واختلفت أدوات إجرامهم باستهدافنا لتاريخه. عودة لتفضلتي فيه، أنا بقناعتي هذا المؤتمر بشكل قفزة نوعية متميزة دليل الانتصارات اللي حققها شعب وجيش سوريا بتصدي للمؤامرة الكونية اللي سموها أزمتهم في سوريا، واللي مو هي الأزمة السورية، هي أزمة صانعي الأزمات ومتعهدي الأزمات والإجرام في العالم اللي انوجدت في سوريا. إذا استعرضنا تاريخ ما سموه بمؤتمرات أصدقاء سوريا يلي بلشت ب 140 دولة وانتهت ب 11 دولة بآخرها بمؤتمر عمان، لما منلاحظ ممثلين عن 40 دولة بيجتمعوا للتأكيد على الحل السلمي بسوريا ولإعطاء استقرار يلي عم يحاولوا يشوهوه بسوريا، يعني سوريا ضحت بالكثير لتعيد الأمن والاستقرار للبنان بحدود 15 إلى 20 ألف شهيد سوري، وكنا ضد الحرب وانتقال الذبحة الهوية والاستهداف المذهبي في لبنان. اليوم لما منلاقي هذا الثقل النوعي لأربعين دولة عم تأكد على الحل، فهو بوجه التوقيت يلي اجى من المعسكر المناهض يلي عم يحاول يطول أمد الأزمة والقتال وسفك الدماء السورية لتحقيق مآرب اللي هي بتتلخص بكلمتين: ضمان مصلحة الكيان الصهيوني. فاليوم لما بنسمع بريطانيا وفرنسا عم يصادروا قرار الاتحاد الأوروبي وعاملين ناطقين رسميين باسم هذا الاتحاد يلي متحفز على قرار رفع الحظر عما يسمى بحظر التسليح لسوريا، فاليوم نحن عم نلاحظ أنه إذا استعرضنا لننزل على منطقة صغيرة بشمال لبنان اللي هي الحدود السورية اللبنانية المشتركة، على سبيل المثال منطقة الهرمل يلي نزل فيها لتاريخ اليوم بحدود 60 صاروخ جراد، يعني يمكن جيوش وحركات مقاومة ما كانت بتمتلك هذا الكم من الأسلحة. ومنلاحظ بمعركة القصير يلي قسمت ظهورهم واللي هي عم تعطينا مثل ما بيقولوا حجم الشراسة يلي عم يحاولوا يستهدفوا فيها بقنابل وصواريخ عشوائية للآمنين في سوريا وحتى في لبنان. بنفهم ليش أهمية هذا المؤتمر يلي عم يأكد أنه هذه الأزمة اللي بتعلوها بسوريا رح تشحل، يعني على مقولة المثل اللي بيقول طباخ السماء بيلحقوا لحسة يعني. ولكن هناك من يقول بأنه مؤتمر طهران اليوم، يعني المؤتمر السابق الذي كانت أيضا طهران واجتمعت فيه دول
عديدة أيضا في السابق، تقريبا بحدود أيضا 40 دولة أقل شوي، مع وفود كثيرة كانت لمنظمات دولية كانت حاضرة في المؤتمر. نعم. ولكن بالمقابل أيضا لم يحقق أي نتيجة على الأرض، واليوم على لسان صالح قال بأن المؤتمر السابق لم يحقق انتصارات على الأرض أو يحقق نتيجة فعلية على الأرض بسبب التدخلات الخارجية. طب واليوم أيضا في تدخلات خارجية، إذا ما المعول على مثل هكذا مؤتمر؟ يعني اليوم لما بتبرز إيران بهذه المؤتمرات بما تمثله مجموعات الضغط الدولية المعارضة كانت والمناهضة والشريكة بسفك الدم السوري، لما ملاحظ دولة إقليمية مثل إيران عم تستطيع تحشد هذا الكم من الدول لتأكد على ضرورة إنهاء الصراع سلميا في سوريا، يعني بقناعتي اليوم انفضت إيران لاعب بما يحضر له من مشروع مؤتمر جنيف 2، يعني كان في تحفظات كثيرة على مشاركة إيران فيها. اليوم بده يدخلوا الملف الإيراني أو الملف النووي الإيراني بأزمة المنطقة، لأنه انتقد الصراع من كونه صراع سوري لصراع إقليمي. فيعني لما بنسمع لحنا مؤتمر دولي، المؤتمرات الدولية عموما بصير بعد معارك وبعد حروب، يعني بنسمع مؤتمر بعد الحرب العالمية الأولى، بعد الحرب العالمية الثانية، بعد حرب الخليج الأولى، بعد حرب الخليج الثانية. فالصراع اليوم والأزمة اللي افتعلوها بسوريا أخذ بعد إقليمي وبعد دولي. واليوم عم نلاحظ يعني أنه دولة مثل قطر أو محمية قطر زي سميناها، ودولة الكيان الصهيوني عم تتحدى روسيا الاتحادية اليوم، وأنه إذا بتنزلي صواريخ S-300 لسوريا لحنا بنعرف نتصرف. ومنلاحظ ردة الفعل، هذا كله مؤشرات إيجابية نتيجة صمود سوريا ونتيجة البطولات عم يحققوها بواسطة جيشنا. ليش شو مصلحة قطر يعني من صواريخ S-300 التي يعني ستأتي إلى سوريا؟ ما هي أصلا يعني مضادة للطيران، يعني هل قطر لديها طيران شخصي لها تستخدمه ضد سوريا يعني وخائفة من S-300، أم هي خائفة على مصلحة إسرائيل؟ يعني إحنا بس نوضح للسادة المشاهدين أنه قطر ما بتمثل أي شيء بالخارطة. قطر هي مثل ما بيقولوا مندوب يلي بتستحي منه قوى الشر العالمية اللي هي أمريكا، واللي ضامن للحلف الاستعماري الجديد يلي غايته مصلحة إسرائيل، يلي بتستحي تساوي تجاه مجتمعاتها ورأيها العام الداخلي ورأي العام الدولي، بتقوم في قطر على مبدأ اللي له عشي لا يزفر إليه. فهن متعهدي هذه العمليات الوسخة. وبيحضرني حكي لأحد وزراء النفط الإيراني بمجموعة الدول المصدرة للنفط، فيقولوا لك كان زكي اليماني ممثل السعودية وزير النفط السعودي يتبنى مواقف لمصلحة الولايات المتحدة بالتحكم بسوق النفط العالمية، بيستحي الوزير الأمريكي لو كان ممثل بهذه الهيئة يحكي نفس الحكي اللي بيحكيه. فمثلوا الملكيين أكثر من الملك حريصين على أمن إسرائيل أكثر من حرص بعض القوى الليبرالية أو الديمقراطية في هذا الكيان. ولكن يعني أيضا سؤال يطرح نفسه، عبر تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية هل خاضت حرب كالحرب التي تخوض اليوم ضد الدولة السورية وضد الشعب السوري، ولم يعني تكن يدا بشكل مباشر متواجدة؟ يعني إلى اليوم لم نسمع عن تواجد استخبارات أمريكية على الأراضي السورية، يعني لم يلقى القبض على أي فرد أمريكي متواجد على الأراضي السورية وكان ضالع في موضوع يعني شن هذه الهجمات على الجيش العربي السوري أو حتى على الشعب السوري الآمن. نذكر بس باللي صار بالعراق، ومن تحديدا اللي عم يصير بالعراق، استهداف العراق استهداف لسوريا بنفس الادوات، على قله يلي قتلوا على يد المقاومه العراقيه كان اصغر جندي امريكي او طالب جنسيه يقتل في العراق يكلف الخزينه الامريكيه $1,000,000 غير تجهيزاته القتاليه وغير التعويضات اللي تندفع. فاليوم لما بيلاقوا مرتزقه عم يتحرضهم قطر او تركيا أو الحركات السلفية سواء بتونس أو بأكثر من 40 دولة ب$2,000 ولا ب$2,000، فطبعا التكلفة رح تكون رخيصة عليهم طالما عم يحطوا نفس الأدوات. لما منلاحظ أنه أمريكا عم تنتهك سيادة الدول وعم تظهر بمحور الشر العالمي
ومقابل تضرب المدنيين بالطيارات اللي بدون طيار واستهدافهم وبدون اعتذار للضحايا والأطفال بأفغانستان باكستان باليمن وما خفي أعظم. يعني أنا بقناعتي يعني إذا لم تستحي ففعل ما شئت. أمريكا هذا تاريخها قدر الإمكان تستعمل. يعني أكثر الحروب اللي خاضتها أمريكا كانت تعتمد على مرتزقة، ونلحظ فضايح اللي صارت في أمريكا كانت تدعم الكونترا جيتا والفضايح اللي طلعت، فهي كانت تمول حركات لتخدم مصالحها باستهداف. أكثر عمليات الاغتيال اللي صارت بالعالم كانت لمصلحة أمريكا بقتل محترفين، ويعني إذا بيفوتوا أكثر بصير. أما تقليل الأزمة السورية ما خلت مخابرات العالم نتيجة وجود ممثلين لهم. يعني لما ملاحظ على ما نشر إحدى القنوات أنه بس من بلجيكا يمكن من أصغر الدول الأوروبية في 500 إرهابي متطرف بسوريا، بفرنسا عم يزغروا ويكبروا بس في أكثر من 200 فرنسي وما عم تتابع الإجراءات فيهم نتيجة أنه هن اللي حرضوا. أكبر فضيحة لفرنسا اللي بتدعي الديمقراطية وحرصها على الشعوب الفضايح اللي صارت بالائتلاف والشريطي اللي تسرب عن وزير أو سفير على مستوى سفير عم يؤمر ويبهدل يلي عم يصدروا حالهم قيادات سورية في حال قدر الله نجحت مقاربهم. لا تأخذيني اللي عم يكون عميل ووضيع على مستوى سفير فما بالك لما بيصير الضغط أكبر. نعم أيضا يعني سؤال يطرح نفسه، ماذا كان يفعل السيناتور الأمريكي في سوريا؟ يعني سفير النائب الرئيس الأمريكي قصدك بزيارته الغير معلنة والسرية، فهو كان مشارك بصورة علنية بمؤتمر دافوس بالأردن، فالأردن عن تركيا قريبة يعني. وبقناعتي يعني اللي عنده أقمار صناعية بتوجه تحركاته والمناطق اللي فاضية مساحة جغرافيا سورية كبيرة قادر يعني مثل ما بيقولوا أي عصابة تهريب بتفوت وبتطالع اللي بدها إياه، بس إذا بده يعلن أنه هو بده يفوت على المنطقة الفلانية مشان السوريين يعني اللي بنعرف البروتوكول والأتاكيد نجهز لاستقباله هو ولا غيره. يعني أيضا هناك ما يعني قائد ما يسمى الجيش الحر يحاول أن يعطي مهل لحزب الله، يعني أعطاهم مهلة 24 ساعة لكي يعني يخرجوا من الغصير، وإلا فإن يعني لبنان ستنهال عليها صواريخ تابعة مما يسمى الجيش الحر. يعني اللي قلنا لك إذا نائب الرئيس الأمريكي بيتحرك وفق الأقمار الصناعية، الثاني اللي عم يعمل قائد جيش حر ورئيس أركان وما بعرف شو يحط مركز لقيادته ويحط عليه مثل ما بيقولوا رايته وشعاره ويشوف يضل نص ساعة. فاليوم اللي عم يتحرك بالأقمار الصناعية يعني عندنا مثل بيقول احكي مايل بس احكي جالس. اليوم اللي عم يتحدى حزب الله اللي إسرائيل عاجزة وهذا الكيان بما يمثله وحلفائه عاجزين عن تحديه أو استفزازه وعم يعدوا للعشرة قبل ما يقولوا الحكي، فيعني هذا عم يحكي دور مطلوب منه لشد معنويات الخسائر اللي عم يتكبدها على مساحة الجمهورية العربية السورية وبطليعتها القصير. بس نوضح للسادة المشاهدين عظمة ما تحققه بواسل جيشنا. يعني بالإحصائيات ما عندنا إحصائيات بس كان في أكثر من 700 بؤرة إجرامية في سوريا عم يتصدى للجيش السوري بآن معن. إذا بدنا نعطي تشبيه قريب إلى أصغرها كان أصغر نقطة فيها أكبر من النهر البارد يلي استنفرت إمكانيات الجيش اللبناني وبدعم من الطيران السوري، وشفنا الخسائر اللي لحقت بالجيش اللبناني يلي بنوجه له تحية وبنترحم على شهدائه اللي كانوا آخرهم مبارح بالعسال لأنه عم يقوموا بحماية استقلالهم أو حماية سيادة حدودهم. لما فرضنا العقيدة الجيش السوري وكان في نوع من التآخي بالسلاح مع الجيش اللبناني صارت مستهدفة حتى هذا الشعار. يعني لما بيحكوا باستقلال لبنان نحن حريصين على استقلال لبنان بما يمثله لبنان. أما اللي عم نحكي اليوم على موضوع استهداف حزب الله هو مو فهمان الرسالة اللي عم يقوم فيها حزب الله. يعني نعطي مثال من التاريخ لأنه في كثير من المشاهدين أو الشباب السوريين لأنه نحن شعب متجدد وكثير الشباب. ب 56 بعدوان الثلاثي على مصر جورج جمال
ما سأل أنه بمصر سنة ولا شيء على يقاوم، لما أن صوت العرب من دمشق ما كنا عم نبحث بموضوعهم، لما نزلنا كبعثيين بالسبعينات لجنوب لبنان ما كنا عم نسأل جنوب لبنان سنة ولا شيعة، وما كنا عم نسأل. ولما بنسأل وبنلاحظ آخر شهداء حزب الله اللي بنوجه لهم التحدي بالقصير، كان في منهم سنة، شفنا حركة الأسير وما يمثله رفضوا دفنهم بمدافنهم بمناطقهم، يعني فبقناعتي بيعذرونا. لما فات الجيش السوري على لبنان لوقف الذبح على الهوية، ما كنا مع المسيحي، مع الأسف لاستعمال هذه العبارات، ضد الشيعي، ولكننا مع الموحدين ضد المسيحية، كنا مع إعادة الأمن والأمان لبنان، وهذا بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وعلى حساب الاقتصاد السوري وبدون منه، وهذا واجبنا الوطني والقومي. اليوم اللي عم يساوي حزب الله هو رد من الجميل وخدم لرسالته. حزب الله ما حزب ديني، حزب مقاوم، وبداية اللي قاوموا بلبنان قبل ما يفوت حزب الله ويظهر حزب الله هن رفاقنا القوميين الاجتماعيين. وأول العمليات النوعية كانت وكانت تنزاع التلفزيون السوري قبل ما تنزاع التلفزيونات اللبنانية. فيعذرنا يعني من موضوع أنه إذا بده يغفل وحكاها حسن سماحة السيد لما قال سقوط لا قدر الله سوريا هو سقوط لفلسطين، لكل الحرب اللي عم تصير على سوريا هي لحرف بوصلتا عن فلسطين، وكثير تحدوا يعطونا بس أي عملية انتحارية أو نوعية قامت ضد الكيان الصهيوني. بيكفي فخرا أن سوريا اللي حمت المقاومة بشبابها، ونحن لما كنا نشارك بعمليات ما كنا نسأل فلسطيني ولا سوري، كنا ندافع عن سيادة واستقلال لبنان بجنوبه. وهلأ إذا اقتضى الأمر جهاد أو دفاع عن لبنان بتصور السوريين تنتهى أزمتهم، وبإذن الله منصورين بيساهموا بأي مكان بيستدعيهم واجبهم القومي يعني. ولكن بالمقابل نرى محاولات من أجل القصير إلى هذه اللحظة، محاولات من أجل يعني دعم هذه الجماعات الإرهابية المسلحة هناك بكل ما أوتيوا من قوة. من وجهة نظرك دكتور بشير، ماذا تعني ربح معركة القصير بالنسبة للجيش العربي السوري وبالنسبة للمقاومة اللبنانية؟ معركة القصير نحكيها على بلاطة، استهداف سلاح حزب الله كان في مساعي من 2006 لدحره، واليوم اللي عم يدعموا العصابات الإجرامية في سوريا يلي هن عصابات 14 أهدار والحزب المستقبل وما يمثله والتحالف القطري السعودي مع السلفيين بشمال لبنان، وحكيناها من بداية الأحداث كانت واضحة للي كتير عنده أو الهم القومي أو الهم الوطني قريب أو عايش بكيانه، كان بدهم يعملوا من نوع من المقايضة سلاح السلفيين والقاعدة والنصرة بشمال لبنان مقابل السلاح المقاوم بجنوب لبنان. فهذه المعركة القصير راح تقطع طرق تمويلهم وراح تكون بداية النهاية لهم. وإلا ليش استهدفوا جبل محسن؟ جبل محسن شارك بالقتال بطرابلس. لما منشوف لحنا بطرابلس بالسيادة الوطنية اللبنانية اللي عم يحكوا بالنقي عن النفس، لما منلاحظ بأهم ساحات طرابلس مرفوع علم الانتداب الفرنسي وعلم القاعدة بنفس الوقت بنفس التوقيت، فهذا له مؤشراته. فبدهم يحكوا بسلاح الإرهاب مقابل سلاح المقاومة، مثل لما بنحكي ومع احترامي لمؤتمر طهران اللي انعقد أنه نحن بدنا نوازن، لا بنحضر من الجمهورية من الحكومة الجمهورية العربية السورية ولا من المعارضة مشان ما يكون في ضغط أو نوع منها. أنا بقناعتي مثل ما بنحكي بالعنف يلي ممكن يمارسه الجيش دفاعا عن بلده وعن وطنه وعن سيادته، وبين العنف اللي عم يمارسه الإرهابيين، يعني أنا بقناعتي هذا التنازل أو هذه المساواة بقناعتي شوي صعبة تنهضم بالنسبة للوطنيين يلي لساعتهم ما تمثلوا لا بالمعارضة ولا بوفود الحكومة. كيف يعني؟ يعني في كتير صامتين بالجمهورية العربية السورية لهم تحفظات. إذا بصير عنا إحصاءات، أنا بقناعتي اليوم يلي بيحكي معارضة وموالاة أنا بقناعتي بعيد عن انتمائه للجمهورية العربية السورية.
اليوم لما بيكون في وطن مستهدف، وأنا بقناعتي غالبية السوريين، غالبية السوريين مع سيادة سوريا، مع ما تمثله الجمهورية العربية السورية من موقف قومي، مع الراية الوطنية، مع رموز الوطن، أنا بقناعتي هدول اللي بيشكلوا الأغلبية، وهدول اللي بدهم يطالعوا الفرق بال 2014. يعني لما بيكون الوطن مستهدف ما بنحكي بحقوقنا، بنحكي بواجباتنا حماية ودفاع عن وطننا. يعني هل يستطيع السوري يعني أن يدافع ويحمي أكثر مما فعل إلى هذه اللحظة؟ طبعاً. بعد سنتين من الأزمة على سوريا؟ نحن لن يجدنا العنف إلا عنفوانا. بالضحايا ما بخلنا بالعطاء الأكرمي، هذا قدرنا. لما الوطن بده دم بنعطي دم، بده رجال في رجال، بده بطولة مع ما نبخل، بده دم عم نعطي دم. وبالمناسبة يعني من حي ذكرى استشهاد زميلتكم وزميلتنا الصحفية المقاتلة اللي ثبتت أنه اليوم الإعلام رسالته وصموده ما بيقل يعني نتيجة وفاعلية عن صمود واسل جيشنا. أكيد يا عباس، يعني نعم. بالقلب شهيدة الإعلام وشهيدة سوريا يعني نعم. وأيضا يعني في الحقيقة سيدات كثيرات من سوريا نحن عم ناخدها كرمز، عم نحكي كرمز، أما أمهات وأخوات الشهداء وغالبية اللي يعني أنا لفت نظري بالاستهدافات التفجيرية الإرهابية اللي صارت بالعراق، ونحن حكيناها بأكثر من مناسبة، بآخر تفجيرات عم يحطوا نموذج مثل اللي ساوينا مشكورين بكلية الهندسة العمارة بالاستهداف، صار في نصب تذكاري لهم، شغلة كتير ممتازة. بس مطرح ما بتوقع قذيفة، مطرح ما بيصير العملية التفجير يكون رمز ولو متواضع، فنانين السوريين يلي جسدوا بطولات القادسية وبانوراما حرب تشرين، نجسد هذه البطولات. نحن بنفتخر بشهدائنا ومنزفهم بعكس العالم. نحن صحيح بنحب الحياة، بس هي طريق للجنة، والشهادة طريق للجنة، وأعلى مراتب الشهادة الموت في سبيل الوطن. أكيد رحمة لأرواح شهداء سوريا جميعا يعني أينما استشهدوا على أرض هذا الوطن. أيضا يعني سؤال يطرح نفسه، بريطانيا قبل قليل كنت تقول بأنه يعني انتقدت أن يكون هناك رفع حظر عن الأسلحة إلى ما تسميها هي المعارضة السورية وبالتالي فرنسا. يعني لماذا بريطانيا وفرنسا يسعيان بشكل بطريقة مسعورة من أجل زيادة تسليح الجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا، بالمقابل يعني هما هاتين الدولتين ستذهبان إلى جنيف اثنان؟ كيف يمكن أن يستوي الأمران؟ وماذا سيكون ردة فعل يعني الدولة السورية والجيش العربي السوري في حال فعلا تمت زيادة التسليح لهذه الجماعات؟ يعني في قناعتي يمكن سيادة الرئيس بإحدى المناسبات أشار ليش هو وقف الدعم يعني ولا وقف التسليح. يعني مخازن الأسلحة بأرض الحجاز بالمملكة العربية السعودية يلي عم تتمول بصفقات بمئات المليارات اللي آخرها فضائح اللي رافقت كل عملية تسليح بعشرات المليارات، هلا هي الضمان الأساسي وشرط تسليحها أنه ما تستعمل ضد الكيان الصهيوني، فهذه الأسلحة موجودة. يعني أحد زملائنا يمكن من قبل سنوات من افتعال أزمتهم بسوريا ضبط مدفع عيار 155 مليمتر فايت من العراق لما كانت سايبة الحدود العراقية السورية، فايت تهريب مدفع ضبطته قوات الجمارك والأمن بجمهورية عربية سورية. فالعملية كان لها وقت عم تتحضر ولاتهام الجيش، وأنه هذه مدافع ميدان، وبتعرفي أنه كانت الأسلحة الروسية أيام الاتحاد السوفيتي بتتزود فيها كل الدول يلي بتعقد صفقاتها، وكان تسليحها بيعتمد بشكل أساسي على منظومة الدول الاشتراكية. على أي حال الحديث ضمن هذا الإطار لم ينتهي دكتور بشير، لكن دعنا نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لمتابعة الحوار. مشاهدينا الأكارم بعد الفاصل سنعود، ابقوا معنا. أخبار الدنيا بدقيقة، دقيقة واحدة بدقيقة. وحدات من الجيش العربي السوري تعيد الأمن والاستقرار إلى منطقة مطار الضبعة في ريف القصير وتقضي على فلول الإرهابيين وتلقي القبض على عدد منهم. وزير الخارجية والمغتربين يؤكد أن الرد على أي اعتداء إسرائيلي سيتناسب مع حجم العدوان. انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بدراجة هوائية قرب حديقة عامة في الزاهرة بدمشق.
يسفر عن شهيدين وعدد من الجرحى. البيان الختامي لمؤتمر أصدقاء سوريا بطهران يؤكد على الحوار الوطني باعتباره الطريق الوحيد لحل الأزمة في سوريا، ويرفض أي تدخل أجنبي فيها، ويدعم المساعي الدولية للحل. رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي يؤكد خلال اجتماع للجنة العليا للإغاثة أن مقدرات الدولة السورية لكل أبناء الشعب السوري. رئيس الوزراء العراقي نور المالكي يتعهد بملاحقة المسلحين عقب التفجيرات الأخيرة التي شهدتها البلاد. انحراف قطار شحن عن مساره شمال شرقي بالتيمور في أمريكا ما أدى إلى اندلاع الحرائق وانهيار المباني. أخبار الدنيا بدقيقة، دقيقة واحدة بدقيقة. أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأكارم. أيضا من جديد اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا في هذه الحلقة من الساعة الحرة الدكتور بشير شربجي، وحضرتك كاتب ومحلل سياسي، مرحبا بك مجددا. نعود إلى الملف يعني ما تقوله ما صرحت به مؤخرا فرنسا وبريطانيا فيما يتعلق بزيادة تسليح الجماعات الإرهابية المسلحة. صحيفة الجارديان قالت بأنه يعني ماذا ستستفيد بريطانيا وفرنسا من تسليح هذه المعارضة؟ طب ما عبر سنتين تم التسليح والتمويل وتم إرسال المرتزقة، يعني كافة الوسائل استخدمت ولم تنفع على أرض الواقع. يعني ما هو نوع السلاح الذي يمكن برأيهم أن يقلب المعادلة إن قلبت المعادلة؟ هذا أولا. ثانيا يعني هم ما يسعون إليه هو إسقاط الرئيس بشار الأسد. يعني سنتين من هذه الأزمة وتعرضنا لأعلى الضغوط، الخط البياني كان يذهب إلى الأعلى وينزل إلى الأسفل ولم يتغير شيء في هذا الإطار. يعني ما الذي يمكن، على ماذا تعول هاتين الدولتين حاليا؟ بداية يعني نستعرض شريط الذكريات. بريطانيا بداية أكثر من 200 محاضرة بتوجيه من الحكومة البريطانية عم تدعي للفكر الوهابي والتكفيري ببريطانيا، وهي عندها واحد داعي اسمه قتادة لسه محاكمة لهلا، ما عرفت تبعته على الأردن بترجعوا أو ما بترجعوا. هذه بالنسبة لبريطانيا يتخلصوا من اللي معتبرينهم خطر على الأمن الاجتماعي تبعهم، يلي فجروا لهم محطات المترو واللي ضحوا بالمناطق بضحايا بريطانيين. وما ننسى أنه فرنسا كمان عانت من التكفيريين ومن العمليات الانتحارية اللي خاضتها فرنسا. فكان لابد من إيجاد منطقة، يعني بتعرفي الناموس لما بيكون في ضوء بيستقطبوا الضوء بتسالبوا اللهب لو عرفان بده يحرق. فكتلة اللهب الموجودة بسوريا من مصلحتهم يدفعتوا له شو عنده الناس ما بدهم اياهم او بشكله خطر على امنه الاجتماعي، بواسل جيشنا او يعني المعركه اللي فرضوها يعني لهؤلاء الارهابيين هي ذهاب بدون رجعه. انا بقناعتي بدون رجعه، نعم. وتحريض اللي والتمويل والتسهيلات اللي عم تعطى لهم هي نوع من استغلال الوازع الديني، وبيخدمهم اكثر من يتخلصوا منهم بتشويه صورة الإسلام الحنيف الوسطي يلي بتمثله سوريا والتيار الفكري الإسلامي المعتدل. وهذا الموضوع بيفيدهم ضربة مزدوجة، يعني الرهاب الإسلامي اللي عايشينه هنيك فبقناعتي لازم يكرسوه. يعني إذا بدك تحكي صحيح عندهم تطور حضاري مادي، أما عندهم تخلف روحي كبير. هذا الحكي مو جديد، بيعانوا منه من فترة كتير طويلة. هل ما زالتان هاتين الدولتين من الثمانينات أحد المشعوذين بعملية انتحار واحد إلى الصعود إلى الجنة بالمجتمع الأمريكي عطى ساعة الصفر انتحر 900 أمريكي. موضوع سقوط الرئيس والتوجه له، إذا بنستعرض تدخلات أمريكا بكل دول العالم بنعرف أنه بيشخصوا الأزمة، هن أزمتهم مع محور المقاومة مو مع ما يمثله شخص الرئيس. فهذه لعبتهم بالقذافي، لعبتهم بزين العابدين، لعبتهم بأمريكا، لعبتهم بفنزويلا، بشخصوا الشخص ليأخذوا نوع من التعاطف أنه هن مو ضد الشعب، هن ضد ما يمثله. ما الشعب اختار رئيسه،
انتوا اذا عم تحكوا فعلا بالديمقراطيه خلوا الشعب يقرر، هذا اللي ما بده اياه. فموضوع استهدافها، في كثير من الزملاء اللي بيصدوا للتحليل بيفوتوا باحابيلهم بينسوا انه هذه مخطط ونوع من الخطط الشيطانيه تبعهم ليفصلوا او يحاولوا يفصلوا رمز البلاد او قائد البلاد عن شعبه، انه هن مع الشعب. الحريص على الشعب ما بيستهدف بنات تحتيه، ما بيفرض حصار عليه. إن العراق، العراق بالحصار اللي فرضته أمريكا قبل غزوها على العراق، أكثر من مليون طفل، مليون ونص طفل بدولة بتتمتع بأقوى اقتصاد عربي. يعني العراق كان وراح يرجع أقوى اقتصاد بالوطن العربي، نفطي وزراعي وصناعي. اليوم الصناعات كلها تدمرت بالعراق بحاجة لإعادة البنى التحتية. يعني صرف بس بالحرب العراقية الأولى والحرب الثانية كان ممكن يشتري فلسطين بالثمن اللي بيحددوه الصهاينة المحتلين، لأنه هن يديرون ومعبودون المصاري كان اللي اندفع بهذه الحروب. أيضا يعني هناك من يقول بأنه فرنسا وبريطانيا ما زالتا تحلمان وكأنهما إمبراطوريتان كبيرتان وتريدان أن تعيدا سايكس بيكو جديد إلى المنطقة من خلال يعني ما تسميانه اليوم زيادة الدعم بالأسلحة للعصابات الإرهابية المسلحة في سوريا. ومعلوم يعني للقاصي والداني بأنه إذا سقطت سوريا فسيكون هناك سايكس بيكو جديد على المنطقة برمتها بدون شك. اسمحي لي بس نستعمل مثل مصري بيقولوا التم المنحوس على خايب الرجاء. اليوم اللي بياخد واقع هذه الدول اللي عم تحاول تظهر مظهر القوى العظمى من الستة وثمانين 56 بأدوانة على جمهورية مصر العربية فشلت وسقطت وتنازلت عن دورها لأمريكا. اليوم أمريكا عم ترجع تستعمل هؤلاء من مبدأ أنه أمريكا منهارة اقتصاديا. أمريكا حكى الرئيس الإيراني نجاد أنه أمريكا طبعت $100 بتكلفها 5 سنت عم تستعملها على الشعوب. اليوم استهداف الجمهورية العربية السورية، لأنه بزماناتنا من أيام الخالد حافظ أسد عملنا سلة عملات، أكبر ضرر ارتكبه الراحل القذافي لما استعمل بالير مع إيطاليا، وصل ملك أكثر من 50% من أسهم فيات، أكبر مصنع أو صاحب عمالة بإيطاليا. فهذا كان سبب يلي خلى أمريكا تسمح لفيات تنافس سيارات، تعمل سيارات فيات بمواصفات أمريكية لأنه يرجعوا يفرضوا الدولار كعملة. اليوم اليورو مهدد. اليوم الدول اللي انضمت للاتحاد الأوروبي، عرفت علي؟ يعني أمريكا اليوم عم تحاول يعني يتوحد أو تأخذ مكانة. يعني اليوم القطبية الأحادية اللي كانت فيها إمبراطورية العالم أمريكا، اليوم مع صعود الدول الناهضة اللي بتمثلها مجموعة البريكس، روسيا الاتحادية والصين والبرازيل وهذه المجموعات اللي بتمثل أكثر من نصف العالم، هن أقوى اقتصاد بالعالم. بزماناته ديغول هدد أمريكا لما سحب مصاري بحدود 40 مليار ذهب، فصار من يوميتها الأمريكان بيكرهوا ديغول، ديغول بيكره أمريكا. اليوم إذا ما بدنا نحكي بالمليارات السعودية الموجودة بأمريكا لأنه غير قادرين ياخذوا فوائدها مو يسترجعوها. أما إذا دولة عظمى مثل الصين صاحبت استثماراتها ومئات البلايين من الدولارات اللي حاططها بالخزينة الأمريكية لموضوع التجارة الدولية، بتنهار أمريكا بيرجع الدولار مثل الليرة اللبنانية ومثل الليرة التركي بزمانها. أيضا يعني صحيفة الجارديان جاءت على فكرة أنه حسب ما جاء على لسان هذه الصحيفة بأنه فتح أمداد السلاح إلى الداخل السوري سيزيد من الصراع الطائفي في سوريا أو سيخلق صراعا طائفيا في سوريا. ومعلوم أن الجارديان وغيرها من الصحف الأجنبية سابقا كانت تتحدث عن أن ما يدور في سوريا هو حرب طائفية بالنتيجة. يعني لماذا اليوم، ما المقصود من وراء ذكر هذه الجملة بأنه سوريا قادمة إلى حرب طائفية في حال تم تسليحها؟ على ماذا تعول هاتين الدولتين؟ هل على الصراع الطائفي أنه هو سيحسم المعركة لصالحهما أو لصالح محور التآمر؟ إذا سمحتي لي بس توضيح بسيط. مكونات النسيج السوري كبيرة وكثيرة،
فإذا أخذنا شهداء بواسل جيشنا بنسبة وتناسب عما تمثله، مع احترامي لكل الطوائف وكل الإثنيات الموجودة بسوريا، ملاحظة نسبة واحدة تقريبا حسب الكثافة. الجيش العربي السوري جيش عقائدي ممثل فيه بالجندية الإجبارية، ما بدنا نحكي أكثر يعني، بالجيش بالتجديد الإجباري كل شاب قطع ل 18 سنة خاضع لخدمة العلم. فيعني بقناعتك أنه في عنا هذا التمييز، أنه مثل ما عم يحكوا بدولة الكيان الصهيونية الحدادين بيخدموا مثل ما كانوا بالدولة الإنكشارية العثمانية، الأرناؤوط بيخدم واللي له دقن ما بيخدم. بقناعتي هذا زيف ادعاءاتهم على أرض الواقع يعني كشف. إذا سمحتي لي باستعارة، يعني كثير سفارات عرضت على أخواننا المسيحيين مكون أساسي أصحاب الأرض الحقيقية بالجمهورية العربية السورية اللي ساعدوا الفتوحات الإسلامية، عم يعرضوا عليهم الجنسية اللي كانت تتكلف أرقام فلكية سافروا. اليوم ردة الفعل أخواننا المسيحيين عم يدافعوا بلجان الشعبية عن قراهم ومناطقهم وكنائسهم، لأنه شافوا على مبدأ يعني وصلت معهم لرموز الدين يلي إلهم سمعة وإلهم مصداقية ومساعيهم كبيرة، والنموذج السوري فرض حاله على هؤلاء. لما صرنا نصلي صلاة مشتركة بجوامعنا وكنائسنا، هذا نزع كل شيء مخططات أخذوها. اليوم الأرض بتكذب الادعاءات وزيفها. استهداف إعلامنا، ولا كنا من شوية عم نترحم على يارا عباس وعلى شهداء ومناضلي الإعلام السوري لأنه كشفوا الحقيقة. اليوم نحن ما عندنا دراسات وإحصاءات على كثرة الدم اللي أريق من كل النوع. يعني اليوم لما عم بيطلع إعلان بأنه الجيش السوري أو في ضحايا تفجير بحاجة للدم، بتلاحظي المئات عم تتبرع بالدم. الدم السوري دم سوري اسمه، مو دم طائفي. يعني نحن مستهدف دمنا، مستهدف كرامتنا، مستهدف سيادتنا. ردات فعل السوريين عموما واحدة، من شمال سوريا لجنوبها ومن شرقها لغربها، يلي بتضايق منه أي سوري بتضايق منه كل السوريين. وأبطش على شغلة على السوري تنعتي بصفة طائفية، هي اللي ما عم يعرفوها، واللي هذه الأزمة أوجدت بعض النفوس المريضة حاولت تركب هذه الموجة لاستغلال بيسموها الصيد بالمي العكري. أما غالبية السوريين مع سوريتهم، مع وحدة وطنهم، مع دورهم القومي الطليعي بالمنطقة. لماذا برأيك الإعلام العربي والغربي والأوروبي تحديدا غيب قضية المطرانين المخطوفين الآن؟ لأنه بقناعتي بتعريهم. يعني لما استشهد رئيس علماء بلاد الشام، هذا الإنسان توجه له الرحمة ونقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة بكل مناسبة، بقناعتي يعني حاولوا يصطادوا منا. أما اللي استهدف البوطي هو اللي استهدف المطرانين. هؤلاء رجال الدين السوريين بمختلف طوائفهم بمختلف مذاهبهم، بتشوفيهم بكل المناسبات الوطنية بمناسبات العزاء كتف بكتف. قلنا يعني منظر يعني هذا مو متعودين يشوفوه، مو متعودين يسمعوه، وهذا اللي عم تفرضه سوريا بتاريخها اتكرس بهذه الأزمة. هذه القيم واللي بتمنى التكريس عليها أكثر هي يعني بتبين عظمة سوريا وعظمة فشل الزريع لمخططات اللي عم تحاك لسوريا. رجال عم يضحوا وعم يقاوموا ويناضلوا ولساتهم معتقلين. لما بنسمع أنه لسه عم يزودوا على سوريا بموضوع على تركيا أنه بدها تفك 9 رهائن اختطفوا خطفا بتورط قطري وشخصي من اللي يسمي حاله رئيس تيار المستقبل يلي عم يفاوض على الانتخابات بلبنان، طلعت طيارته لتجيبه لأنه رفضوا ينزلوا بطيارة الحريري، انسحبت تركيا إيدا منهم، كان بدهم ينزلوه لأنه على الرهانات اللي حطها على سقوط الجمهورية العربية السورية، وأنه بده يجي على بيروت من طريق مطار دمشق، لقاها أقرب من تركيا بس ما صلحت له المناسبة ببطولة وصمود هؤلاء المخطوفين. نعم. أيضا دكتور بشير، يعني محلل الشؤون العربية في القناة الثانية الإسرائيلية واسمه إيهود يعري، قال في معرض تعليقه على
الوضع السوري، قال نحن وصلنا إلى وضع يجب أن نأخذ بالحسبان احتمال خروج إيران وروسيا منتصرين في المعركة الدائرة على الأراضي السورية بين عدة أطراف دولية وأقليمية. هذا ما جاء على لسان إيهود يعري، وهو محلل متخصص بالشؤون العربية وهو إسرائيلي. قال السؤال الذي يطرح نفسه ضمن هذا الإطار أنه هل فعلا انتصار إيران وروسيا على أرض سوريا مع وجود حزب الله وصواريخ S-300 هو بمثابة كارثة استراتيجية لإسرائيل ولأوباما ولأمريكا؟ يعني أنا بقناعتي هذا حكي عدو وحكي عم يحاول يقلل مما ينتظر هذا الكيان بفتح جبهة الجولان واعتماد خيار المقاومة، لأنه كانت سوريا الدولة داعمة للمقاومة، أما اليوم سوريا المنتصرة خلافاً اللي عم يحكي فيه العميل خدام ستكون دولة مقاومة وليست داعمة للمقاومة. واليوم التحضيرات القومية اللي ممكن تشارك باللي سبق له سماحة السيد نصر الله بمشاركة يعني نسميها طلائع أو مشاركة وجدانية أو رمزية بحرب القصير، لأن سوريا أم الرجال وأم الأبطال وبتصدر بطولات ورجال كل العالم يلي جابت الأمن والأمان للبنان، قادرين إذا توفرت المناسبات والإمكانيات اللوجستية أن نعيد الأمن مو بس لسوريا، لأي منطقة بالخليج العربي وأي دولة عربية. نعم، أيضا قيل مؤخرا بأنه أو اليوم تحديدا بأنه مطار الضبعة في ريف حمص أصبح الآن تحت سيطرة الجيش العربي السوري واستعاده من يعني بشكل كامل من أيدي العصابات الإرهابية المسلحة التي كانت تستحوذ على منطقة فيه. يعني أنا بقناعتي استحوذت، هو ما كان ساقط عسكريا أو استراتيجيا، أنا مالي محلل، بس لاحظنا بوسائل إعلامنا الوطنية أنه لما كانوا عم يسيطروا على الدشم اللي كانت فاضية شفنا أنه كيف القذائف السورية طالت هؤلاء الإرهابيين وين ما كانوا. فاليوم إعادة السيطرة فهي من ضمن سياق أنه نحن بنختار الوقت والرد المناسبين. وأنا بقناعتي لما بيكون في زحلقة لمواعيد مشروع جنيف 2 فرب ضارة نافعة، واللي بيعيش بيشوف. برأيك ماذا فعل الولايات المتحدة الأمريكية في حال يعني أنه سيكون هناك ذهاب إلى جنيف 2 على ما يبدو؟ وهذا أمر يعني أصبح شبه يعني محتوم على اعتبار أنه حددوا بين 15 و16 من شهر حزيران القادم ربما سيكون موعد جنيف 2. برأيك يعني هل استسلمت أو ستستسلم الولايات المتحدة الأمريكية للإحرازات وللنتائج المشرفة التي يقوم بها الجيش العربي السوري على الأرض، وبالتالي ستستسلم لحل هذه الأزمة سلميا؟ يعني أنا بتصوري عبارة انقلب السحر على الساحر بتخدم، وهي جواب بحد ذاتها. اليوم لما أمريكا بتحط وبتنشر صواريخ الباتريوت ما هي موجهة لسوريا، هي موجهة لروسيا الاتحادية. ولما اليوم روسيا بتصر رغم التهديدات الأمريكية والانزعاجات الأوروبية والانزعاجات الخليجية من نشر مجموعة S-300 يلي بين قوسين بزماناتهم رفضت روسيا الاتحادية تزويد إيران بمجموعة دافعة حقها، يعني في مجموعة صواريخ S-300 الجمهورية الإسلامية دافعة حقها لتركيا، ونتيجة الضغوط اللي مورست بوقتها على روسيا الاتحادية رفضت تسليمها، مما اضطر الجمهورية الإسلامية لصنع صواريخ موازية ومشابهة على مبدأ رب ضارة نافعة. اليوم لما بنسمع والمخابرات العاملة مع العصابات المسلحة بتعرف أن الخبراء السوريين يلي تجاوزوا بحرب 73 بصواريخ السام القدرات الخبراء الفنيين من السوفييت بوقتها وحققوا المجال النظر إلى صاروخ سام بكفاءات محلية وطنية، يلي يعني حتى بإحدى المناسبات يعني كانوا خلافاً
لتوجيهات الخبراء الروس. دفاعاتنا الجوية أسقطت الطيارة لأنه حسوا وعندهم يقين أنه صواريخ بتوصل لو كانوا السوفييت مو متوقعين أنه تسقط فيها، وهذه أبطالها موجودين وشهود عيان وإذا بتحبي بسمي لك ياهم. المهم فيما يتعلق المهم اليوم انقلب السحر على الساحر. اليوم روسيا عم تقاتل لنشر هذه الصواريخ يلي هي متطورة أكثر من الباتريوت. واليوم الرأي العام بفلسطين المحتلة حتى من المتصهينين خصوصا بعد زيارة يعني أهود باراك لروسيا من أجل منع روسيا من يعني أعطاء هذه الصواريخ لسوريا وفشله في ذلك. يعني نحن كانت ما بيقولوا بيضربوا الأمثلة بتكاتف المجتمع الصهيوني اللي هو مجتمع عسكري. آخر مناورات سموها للرد على الهجوم الصاروخي من سوريا وحزب الله شفنا فشله الزريع بوسائل إعلامهم نتيجة عدم تجاوبهم، لأنه شعروا أنه حكومتهم عم تبيعهم أحلام وأوهام لتشجع الهجرة. لما كان في مقاومة بالفلسطين كانت الهجرة المعاكسة من الأراضي المحتلة باتجاه أوروبا أكثر. اليوم الصهاينة عم يحاولوا من فرنسا رغم قلة اليهود بفرنسا، يعني ب 40 أو 45 مليون فرنسي في 600 ألف يهودي وزراء بحكومة بشكله أكثر من 50% من أصل يهودي. اليوم عم تحاول من فرنسا تجيب آلاف اليهود على تصريحاتهم. فيعني اليوم لما عم يحكوا بمبادلة أرض واليوم اللي عم يحكوا بهذا المشاريع الدولة اليهودية، هل تعلم استهداف المفكرين الفرنسيين من الكنفاني واستهداف جبهات الشعبية والحركات الديمقراطية الوطنية وجابوا حركات إسلامية بدالة؟ ليش؟ يبدو كثير من المشاهدين أو اللي ما كانوا عايشين السبعينات والثمانينات نسيوها. أول من طرح الدولة الديمقراطية في فلسطين المحتلة يلي بيكون فيها المسلم مع المسيحي مع اليهودي في دولة ديمقراطية، هذا بيجرد هذا الكيان من مقومات كيانه لأنه هو كيان عنصري. ولما بالسبعينات أخذنا قرار بحد أدنى من التضامن العربي بوجود فاعل لقوى الخير بالعالم استطعنا نأخذ قرار مساواة الصهيونية بالنازية. رجعوا قلبوا علينا نتيجة مثل ما بيقولوا الضعضعة اللي خرقوها بصفنا. اليوم بلشوا في مجموعة كبيرة من العربان مقتنعة بأنه تكون دولة يهودية وماله على قولة القرضاوي. نعم. أيضا يعني هناك معلومات فيما يتعلق بحزب الله وحركة حماس، يعني حزب الله أعطى حركة حماس مهلة طبعا وقيادات المتواجدة في لبنان أعطاها مهلة هكذا قيل حتى تخرج من لبنان بأسرع وقت ممكن، على اعتبار أنه حزب الله لديه معلومات مؤكدة بأنه حركة حماس ضالعة بشكل كبير في عمليات ضد حزب الله وضد أيضا الجيش العربي السوري في الداخل السوري، بدليل أنه حزب الله قتل من قتل من حركة حماس من أشخاص مقاتلين لها على الأرض في القصير وأسر من أسر أو اعتقل من اعتقل، وهؤلاء المعتقلين هم الذين اعترفوا بضلوعهم بشكل حقيقي في المعارك الدائرة في القصير إلى جانب العصابات الإرهابية المسلحة. يعني برأيك يعني هل حزب الله محق في هذا الإطار، خصوصا أنه دائما يعني المقاومة شعارها بشكل عام وبشكل خاص هو دائما مقاومة العدوان الصهيوني، وحركة حماس يعني هي جزء لا يتجزأ من المقاومة التي نعرفها جميعا، أن يصرح حزب الله اليوم بمثل هكذا تصريح يعني هو أمر خطير. يعني معروف عن سماحة السيد أنه حليم وبيضبط النفس لشد درجات الضبط، أما اللي أنا فيني جاوبه واللي بعرفه أنه في حفارات استراتيجية من ملاك مؤسسة الجيش العربي السوري ضبطت ومسلمة بإيصالات رسمية لحماس، ضبطت ببعض الحفر والأنفاق اللي عم تستهدف الجمهورية العربية السورية، ونفسها يمكن استخدمت بتمرير السلاح والإرهابيين فيها. فبداية الحلقة وهذا اللقاء ذكرنا أنه كان العبرة
إيجاد صراع بديل بشمال لبنان وتسليح السلفيين والوهابيين والقاعدة وأخواتهم والنصرة بدليل التحريض والشحن اللي عم يساووه لما بيمنعوا بصيدا بلد الصمود والتحرير دفن شهيد لحزب الله خارج الإطار السني. يعني امبارح كنا بذكرى التحرير شفنا أنه من مقاتلي حزب الله إخوان مسيحية, وما بتستغرب يكون في مناضلين سوريين لأنه في كتير سوريين كانوا واستشهد لنا كتير من رفقاتنا بالعمل الفدائي. فيعني اليوم المقاومة هي شعار وسلوك ما له علاقة لا بالطائفة ولا بالدين ولا بالانتماء الوطني حتى. هذا شعار وطني يعني قومي. هل سلوك صحيح؟ فهذه السلوكية على فرض هذا الحكي ما حيحكي من فراغ, لأنه اللي بياكل عصي ممكن اللي بيعدها صبروا كتير. فإذا صار في معطيات جديدة خلته هي أو هي اللي أجبرته على الحكي بهذا التصريح, لأنه شفنا الفتنة بالمعسكرات اللي صارت وجند الله وفتح الشام وما بعرف هذه الحركات اللي بلشت تجي لسوريا. أول لما كنا نحكي كسوريين أنه هذه موجودة وهذه خلقها تيار المستقبل وبتمويل من سعد الحريري, كنا نتهم أنه لحنا اللي مصنعين ولحنا اللي مصدرين. ولما شفنا كيف عم يهربون من السجون وآخرهم اليوم إذا بدك بين قوسين المملكة العربية السعودية عم تعطي عفو إنساني لتفضي سجونها من المعتقلين من المجرمين الموجودين عندهم اللي محكومين بعقوبات جنائية أكثر من 4 أشهر. يعني المحكومين إعدام وقصص وحكاية يسافروهم. وين بدهم يسافروهم؟ لبلدانهم. بدهم يسافروهم مثل ما عم يعطوا تمويل, رغم صدور بعض الفتاوى من بعض العقلاء من رجال الدين عم تحرم وتقول أنه اللي عم يصير بسوريا ما له علاقة بالجهاد, والجهاد الأساسي وجهته فلسطين المحتلة. نعم. ختام هذه الحلقة أشكرك جزيل الشكر الدكتور بشير شربجي, وحضرتك كاتب ومحلل سياسي. شكرا جزيلا. شكرا لكم. ختام هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم بقي أن نترحم على أرواح شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين, ونتمنى أيضا للجيش العربي السوري التوفيق في أداء مهمته على الأرض. السلام عليكم ورحمة الله.